جيهان السادات أو جيهان صفوت رؤوف. من مواليد حي الروضة بالقاهرة لأب مصري هو الطبيب الجراح صفوت رؤوف وأم إنجليزية وهي السيدة جلاديس تشارلز كاتريل. أعجبت جيهان السادات برفيق عمرها محمد أنور السادات بعد أن ذاع صيته كبطل ومناضل ضد الاحتلال الإنجليزي، وتزوجته في سن صغيرة عام 1949 وأنجبت له 4 أبناء وهم لبنى ونهى وجيهان وجمال. حصلت جيهان السادات على درجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1986 تحت إشراف الدكتورة سهير القلماوي، وتميزت بحيويتها وشخصيتها الجذابة وطموحها السياسي بالإضافة إلى أناقتها وحضورها الأخاذ الذي ظهر في المناسبات والفعاليات المختلفة. ولم تكتفي السيدة جيهان السادات على العكس من سابقتها بحضور الحفلات الرسمية ومشاركة الرئيس في المراسم والبروتوكولات، بل لعبت دورا محوريا في العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمجتمع المصري. وكانت جيهان السادات أول من لقبت بسيدة مصر الأولى، ولها باع طويل في العمل العام خاصة في مجال حقوق المرأة والطفل، علاوة على دورها في تعديل بعض القوانين مثل قانون الأحوال الشخصية الذي ما زال يعرف حتى الآن بقانون جيهان. وقد أسست العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومن أبرزها جمعية النور والأمل، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الإنمائية الأخرى. وقد شهدت السيدة جيهان السادات أياما فاصلة في تاريخ مصر الحديث بحكم قربها من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بداية من ثورة يوليو عام 1952 والصراعات التي دارت داخل مجلس قيادة الثورة، والخلافات بين عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر بعد نكسة يونيو عام 1967، مرورا بالمناصب الهامة التي تقلدها زوجها إبان حكم عبد الناصر مثل رئاسته لمجلس الشعب عام 1966 وتعيينه نائبا للرئيس عبد الناصر، إلى أن وصل إلى سدة الحكم بعد وفاة ناصر في 28 من شهر سبتمبر عام 1970، وذلك بالإضافة إلى حقبة السبعينيات التي شهدت أحداثا مؤثرة في تاريخ مصر، ومن أبرزها نصر أكتوبر عام 1973 وزيارة السادات للقدس واتفاقية كامب ديفيد، وصولا إلى تعيين الرئيس السابق حسني مبارك نائبا للرئيس السادات، ثم حادث المنصة الذي أتى بمبارك إلى رأس السلطة. وبعد اغتيال السادات استكملت السيدة جيهان نشاطاتها المختلفة بين إلقاء المحاضرات في الجامعات الأمريكية وإصدار المؤلفات، ومن أشهرها كتاب جيهان السادات شاهدة على العصر. محمد صلاح، هنا العاصمة.